الأستاذ جمال دبر رئيس المركز الإعلامي للنادي الأهلي أبلغ فريق الإعلام وهو يتابع الحلقة على الهواء مباشرة أن مقال ستلوى صورة سويلم غير صحيح على الإطلاق وأنه لم يحدث أي اتفاق بين الأهلي والضبط أو أي طرف من الأطراف على أن يكون هناك استثناء لهذه القاعدة ولهذا الاتفاق وأنه وبما أن الرجل من قيمة وقدر لا يمكن يعني